السلام عليكم دري ديالنا، كيف نتوما؟ مزيانين بخير. اليوم جبت لكم فيديو جديد ومعلومات جديدة كما كان وعدكم بالجديد. الفيديو ديالنا شي حاجه سبيسيال، شي حاجه في المستوى اللي شحال الناس طلبوها لي، لا في انستغرام ولا في يوتيوب كومونتيرات. كنقرا الكومونتيرات ديالكم كاملين. الفيديو ديالنا ان شاء الله يا ربي شمن فيديو ديال التراساج ديال الوجه ديغرادي والتراساج كيفاش، شي حاجه في المستوى. ما تنساوش تابوناو بارطاجي وكومونتير، كنقرا الكومونتيرات ديالكم. باش نجي نقول لكم واحد المعلومه، الحاجات اللي كننزلهم في انستغرام ما كننزلهمش في يوتيوب. يعني ها الانستغرام ديالي، يعني دخلوا عندي الانستغرام كاملين، اي حاجه يعني اي ميساج اللي كيوصل في انستغرام راه كنقرا كل شيء وكنجاوب كل شيء، وهذا الشيء اللي كاين الدراري. يلا دخلوا ها انستغرام ديالي، كل شيء يدخل، كل شيء كل شيء كل شيء. يلا الدراري خليكم مع الفيديو، حاجه في المستوى. المهم كما كتشوفوا دابا الفيديو راه ديكرادي في البدايه الاولانيه، غنعملوا زيرو اول حاجه، مور زيرو راه نعملو زيرو نص، مور زيرو نص نطيحو بين درجة زيرو و زيرو نص 0.25 و فينوها مزيان فينيسيون. ديما كنأكد لكم الحاجة هي اللولانية هي فينيسيون، يعني فينيها مزيان. طيح ديك الخط بين كوتشية و زيرو، يعني حك في زيرو مزيان. إلا مكانتش عندك يعني ماكينة مجهدة بزيرو، اي حاجة بكوتشية. الطريقة دابا غنعملو واحد، غنعملو واحد. دابا كنعملو واحد ونص، دابا رجعنا منها واحد، دابا واحد ونص. كنفينيوه بشوية، يعني مكتغرش يدك في الشعر بزاف. فيني دابا بالواحد كنفينيو، دابا زيرو ونص شوية، دابا زيرو كنفينيو بيها. هنايا كيما العادة كيما عملنا في اتجاه اخر، غنعملو في اتجاه هذا حباطي، يعني غنعملو زيرو هي الاولانية. دابا 0.25، دابا زيرو، هيا زيرو. دابا منها كنفينيوها مزيان بالزيرو. غنعملو نمرة واحد، دابا واحد ونص عفوا، موراها واحد، دابا نمرة واحد، واحد ونص، الواحد دابا واحد ونص. فينيو بشوية، دايما ما تغرسوش شي. كيفاش كنخدم تقيل ما كنغرش يدي، يعني الا غرستي بزاف راه تقدر تنطح. دابا كنلعب بين واحد وواحد ونص، دابا يعني كنعمل واحد واحد ونص، كنطيح الخط مع بعضيتو، يعني الدرجة باش كطيح ديك راضي هاي. ده كامل نمشيو معاه، وحاول ما تغرش يعني من فوق الزيرو، زيرو ونص، زيرو في زيرو 25، وهي ماشي. غنكونو سارين الاتجاه ديالنا ومع الترساج ديال الوجه. هاهما نبداو الخطوة الأولانية، نبداو من الراس. وما تنساش دايما مي تراسي جبد اللحم مزيان، يعني ما تجبدش بزاف وماشي شوية، يعني موين احكم هي الجلدة باش ما تبقاش يتلعب وصافي، يعني ما تجرحش كليا وصافي. وحكم الدورة يعني مزيان، صافيها مزيان باش ما تجي لا زغبة زايدة على اخرى، باش تجي سمطة وحدة دايرة كما كتشوفوا في الفيديو ده. هايدا دوروها كاملة تمشي هايدا، نتالي هادي راه نوريكم يعني كيفاش هتصفي. هتصفي هايدا، احكم يعني الصباع ديالك كيما عامل انا، احكم الجلدة باش ما تهرب لك شي وصافي موس بالعكس. وحاول يعني ما طلعش بكوتيه، يعني تن الوجه يعني تن الراس، يعني هذيك الزغب اللي كيبقى فوقي زولوه بالماكينه، ولا اللي عنده لاصيغ يزولو بلاصيغ، كل واحد يكون على حسب كليات. يعني كيما عامل انا عملو تينا بديك الصبع اللي عامل انا، حكم الوجه بديك الصبع وكان علي بكوتيه. نجيو الاتجاه هذا، شابر شو الصبع ديالي عاو شابر الجلده، وكان كان صافي تما. حاول دايما مشات الزغب، يعني كينو كتكون الزغبة تما طويلة اولا ملوية، اولا حيت الزغبة ماشي شي في نفس الاتجاه، يعني دايما مشات عادك تراسي من تحت دايما. ودايما حكم يدك يعني الجلدة عاو بحال اللي قلت لكم، يعني دايما واحد اليد
كيجبد اللحم، واليد الثاني كيزول الشعر بالموس. هيدا نمشيو معاه كامل، هاي كنمشط بمشطة وكنعمل الموس. دايما من تحت دايما عندك المشطة في يدك والموس دايما، لحسب الا كان الشعر كبير، يعني اذا كانت اللحية كبيرة. اذا كانت اللحية صغيرة ماشي مشكلة، يعني عادي يعني بلا ما تعمل مشطة، ولكن الا كان عندك مشطة ضروري خليكم معنايا ديال التقاوس ديال الفم، يعني هذيك التروة اللي كيقولوا، كاين اللي كيقول لها التروة، كل واحد شنو اللي كيقولوا. الحسابة دي صعيبة شوية التصوير، يعني ها هي فين دابا واضحة كما كتشوف، غير بالراس ديال الموس، غير الراس ديال الموس انتراسي، وهاي الراس ودور يدك، يعني تينا كتضرب بالراس ديال الموس وكتدور نفس الوقت. يعني شوف كيفاش كندور، شوف 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 شتو هاي بشوية، وحاول يعني ما تزربش، يعني لازم زربتي فهاد التقويسات صعابين بزاف، يعني صعيب باش تطلع وحده في اختها. ودابا هاد المرحله دي تصفيه، يعني كتقلب الموس وكتصفيه بالراس. دابا الراس ديال الشمال في اللوك، وتعاي الراس ديال اليمين دار، يعني هي بالراس ما كنعملش الكوتشيه كامله، ندور اتجاه اخر. ها هو كيما عملنا اتجاه اخر، عاود اتجاه هذا فحال بعطيتهم، يعني كنجبد اللحام وكنطراسي دايما يدي مع اللحم، يعني دايما يدي جابد اللحم باش ما يهرب ليش الموس، يعني باش نجرح كليين، يعني الوجه دايما كيبقى مجبد. وصافي غنخدمو هيدا كاملة بشوية، ودايما التراساج يجي صمتة وحدة، يعني داير صمتة وحدة داير كما كتشوفو هاي الفيديو. وغنجيو الاتجاه هذا حتى الزغاب ماشي بديك الاتجاه، خصنا نمشيو معاه، يعني الا مشينا بالعكس ديالو راه يقدر يسيل الدم، يعني بحال اللي كتنتف الزغب، يعني الشعره بحال اللي كتنتف، يعني مشي معاه بديك الاتجاه. ويبقى لنا واحد الطريف هنايا نزولوه، صافي نكونو سالين هاد الاتجاه هذا. كيما عملتكم اتجاه اخر، عاود اتجاه هذا عاود طرو، يعني هي بالراس. شوفوا الكوتشيه كيفاش كنخدم بالراس وكندور، شوف كيفاش كندور الموس بحال هيدا. خصك تعمل شي، انا كنطراسي وانا كندور الموس، انا كنطراسي وانا كندور الموس بحال هيدا. خصك تعمل ما نكونو سالينا الفيديو ديالنا. ها الفيديو كيف جاكم، شي حاجه في مستوى اي حاجه، تابعوني على الانستغرام ديالي، فيسبوك، وقريت الكومونتيرات ديالكم كاملين لا في يوتيوب ولا في انستغرام.